السلام عليكم الزينات، مرحبا بكم جديد معايا. ان شاء الله يا ربي كاع تكونوا غايه وتكونوا بخير وعلى خير. الوغ اليوم ان شاء الله يا ربي كما راكم تلاحظوا جبت لكم وصفه جديده لحلويات العيد، حلوه من اروع ما يكون، ذوق الشوكولا والفريز، يعني سهله اقتصاديه، توجد بالخف كميه زافيه، والاهم انها بنينه بزاف بزاف بزاف. هذه الحلوه يعني من اروع ما يكون، ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتتابعوني حتى للاخير هكذا باش تكتشفوا الوصفه والمقادير. وقبل ما نبداو كالعاده ما تنساوش الصلاه والسلام على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامه محمد صلى الله عليه وسلم. اذا بسم الله الرحمن الرحيم نبداو بالمقادير. راح نمد لكم 500 غرام تاع مارغرين، العبر بالبطه كبيره، 500 غرام مارغرين، نص كاس تاع الزيت، كاس تاع السكر الرطب، معاه مغرف كبيره تاع شوكولا طري طري، اللي ما عندها شوكولا طري طري تزيد مغرف تاع السكر الرطب فوق الكاس. نحتاج كاس ونص تاع نشا ولا مايزينا. نحتاج هنا 5 مغارف كبار تاع كاكاو، ضروري يكون بني ما يكونش اسود. نحتاج 4 حبات بيض صفار وزوج كاملين، زوج كاملين وربعة صفار. نحتاج واحدة خميرة كيميائية زائد ملعقة صغيرة، واحدة كاملة زائد ملعقة صغيرة فانيليا. نحتاج ليمو تاع سيليكون. اذا اول فرينة باش نجمع العجين تكون مغربلة. اذا نبدا نخدم ونعاود لكم المقادير ونشرح لكم بشوية باش تفهموني وتتبعوا معايا. اول حاجة درت في البول تاعي 500 غرام ولا رطل تاع مارغرين طرية، تكون طرية باش تساعدنا هكذا. نزيد عليها نص كاس تاع الزيت، الكاس هذا يرفد 200 مليلتر، حتى اللي يرفد 220 تخدموا به، المهم يكونش كبير بزاف. نزيد كاس تاع سكر رطب، نزيد لافاني، ونزيد ملعقة تاع شوكولا طري طري. كما قلت لكم اللي ما عندهاش شوكولا طري طري تقدر تستبدلها تزيد مغرف تاع سكر رطب فوق الكاس هكا. وبديت نخلط بالباتور جيدا، اللي ما عندهاش الباتور وتبغى تخلط بالفوي ولا بيدها تخلط جيدا، تخلط مليح مليح، يعني حتى لثمن دقائق، حتى لسبع دقائق، حتى لثمن دقائق هكذا باش تندمج لها مليح المارغرين في الزيت، وهذا جد ضروري في الحلويات اللي فيها الزيت. اذا بعد ما خلطتهم مليح مليح ولات لي خليط متجانس وخفيف وطلع شويه معايا، نزيد عليه البيض اللي هو زوج حبات كاملين وربعة صفار بيض، مجموع هو 6، ربعة صفار وزوج كاملين، ونخلطهم مليح مع الخليط. شوفوا كيفاش تضاعف لي حجم الخليط، كل ما تخلطوا مليح كل ما تجيكم الحلوة تاعكم خفيفة. هنا زدت عليهم 5 مغارف كبار تاع كاكاو بني، وزدت نص كاس تاع مايزينا راني ندخل فيهم في الخليط، ومن بعد نزيد الكاس المتبقي هكذا. دخلتهم مليح ونزيد الكاس اللي بقى لي، ونزيد ندخله مليح مليح المايزينا، تخلي لنا العجينه هذه تجي بزاف هشيشه. وهذه العجينه اصلا يعني من اروع ما يكون، احتمدوها البنات كاع في الوصفات تاع السيليكون، يعني تجي روعه روعه. تبغوا ديروها سوداء ديروا 5 مغارف تاع كاكاو، تبغوا ديروها بيضاء عادي تقلعوا الكاكاو وتكملوا بالفرينه، يعني تجي روعه وهشيشه ما شاء الله وزاكيه. هذه الكميه اعطتني 80 حبه، ممكن تخرج لكم فوق 80 حبه. زدت ساشي تاع خميرة كيميائية كاملة، والساشي الزوجة درت منها مغرف صغيرة تاع قهوة، ما تكونش معمرة بزاف هكذا. نزيد شوية تاع الفارينة، الفارينة من الأفضل نغربلوها خاصة في فصل الصيف، يعني في فصل الصيف يكثر فيها يدير فيها الدود هذاك الرقيق ما يبانش، لازم تغربلو الفارينة تاعكم هكذا. ونكمل نلم العجينة تاعي حتى نحصلوا على عجين أطري. فوالا نزيد الفرينه بشويه، ما ديروش الفرينه على ضربه، وسعوا الحاجه اللي تخدموا فيها باش ما تنغبنوش. اذا الان راني لميت العجين تاعي، تحصلوا على عجينه طريه كما راكم تشوفوا بزاف هشيشه، ما تنشفوش العجين تاعكم باش ما تجيكمش يابسه هكذا. ونغلفها بالبابي فيلم ولا دخلوها في اي ساشي عادي وتخلوها وتبدو تخدموا، يعني اذا بغيتوها ترتاح تخدموا تخلوها ترتاح 10 دقائق ولا، واذا بغيتو تخدموا مباشره تقدروا تخدموا مباشره عادي، بما انه رانا رايحين نديروها في مول سيليكون يعني مش تعذب ماشي غادي تعذبنا هكذا. وهادو هما اللي مولان عفوا اللي راني رايحه نخدم بيهم تاع القلوب. نجمو تخدموا هذه الوصفه في اي مول يكون فيه فتحه باش نعمرو هذيك الفتحه تاعنا، ومن بعد هكذا البنات
ونبدا ندير فيه كويرات. ديري كويرات تكون متوسطه الحجم ونديرها في القالب هكا. اذا جات نسوة سوا نكمل بنفس الكميه، اذا جات كبيره نقصي، اذا جاتك صغيره زيدي شويه. يعني تخدمي زوج ثلاثه تلقفي الحجم تاع الكريه وتولي تخدمي سريعا هكذا. ولي تبغي توزن ايضا دير كريه وتوزنها على حساب الموله تاعها وتكمل بنفس الميزان. انا نخدم هكذا، عيني ميزاني وما تعمروش بزاف المول حتى الفوق لانه فيها الخميره وغادي تخمر. خلو شويه تاع الفراغ، ولما تبغيهاش الحبه تاعها طالعه بزاف يعني تخلي قد 2 مليمتر حتى 3 مليمتر هكذا. انا نبغي الكاطو تاعي ملحم شويه، لهذا درتها شويه كبيره باش تجيني بنينه. اذا البنات من بعد ندخلها طيب الفرن 180 درجه، شعلولها من الفوق ومن تحت. كي تشوفوها احمرت من الفوق طفوا عليها من الفوق، فيريفوها من تحت اذا كانت طايبه خرجوها، اذا كانت خاصها شويه من تحت خلوه من الفوق طافي وشعلولها من تحت تزيد الطيب وتخرجوها. هنا البنات كونفيتور تاع المشمش عادي، معجون تاع المشمش اللي نشرو من برا عادي، زدت له لاباط اغون تاع الفريز. هذه لاباط اغون توجو راني نهضر لكم عليها، ومادام كاين مشتركات راهم يدخلوا جدد دائما نقول لكم بلي هذه لاباط اغون ايتم باعه عند اللوازم الحلويات. يعني هي ذوق ولون في نفس الوقت، تعطيك الذوق تاع الفريز ولا تاع اي جو تبغيه، تعطيك اللون تاعه في نفس الوقت. يعني غير بالكونفيتور تاع المشمش ما تامنيش بلي اي وحده تذوق هذا الحلوى تحسبك كي دايره الكونفيتور تاع الفريز. يعني وريتها لكم القرعه، ديروا كابتشور اللي ما تعرفهاش وتروحوا تشروها، وراهي تنباع ثاني بلا دوز، تعمر لكم قرعه ب 10000 هاك. وهذيك القرعه ثاني دير 10000، عمرتها في لابوش ما زدت له والو كونفيتور وزدت له هذاك العطر وخلاص. ونعمرو في هذاك الفتحات درت في لابوش باش تساعدني. كما تقدروا ديروا بالملعقه عادي ولا بالساشي تاع الحليب نقوها مليح وديروا فيها فتحه ثاني تساعد. هنا ذوب شويه تاع الشوكولاته دادا بالحليب، درت بالحليب ما درتش السوداء. زدت لها مغرف كبيره تاع مغرف كبيره حتى المغرف ونص تاع حليب، عفوا تاع زيت ما ديروش عليا زيت البنات. وذوبتها على حمام مائي هكذا حتى ذابت مليح مليح. خليتها تفاد شويه برك حوالي 2 دقائق ولا، ما نبغيتش نديرها حاميه حاميه باش تساعدني وتجيني طبقه تاع غلاصاج شويه زعما كيما نقولوا سميكه ما تجيش رقيقه بزاف هكذا. وبديت نقلاصي ندير فوق الراكليطه ونقلاصي، يعني ما تخلوهاش تبرد بزاف ثاني حتجمد لكم وتجيكم ثاني الطبقه تاع الكلاصاج غليظه بزاف هكذا. ونبدا نخدم حتى نكمل كامل الكميه تاعي. اذا البنات ولا الكاطو تحطوه في حاجه تكونوا مفرشينها بابي فيلم ولا بساشي باش ما تيبس لكمش الشوكولات، كي ترفدوا الحبه ترفدوها بسهوله كيما نعرفوا الفيجيتاو يعني تيبس. اذا هكذا البنات، ومن بعد ما نشفت زيكزاكيت درت لها زيكزاك بنفس الشوكولات اللي درت لها بها الكلاصاج، ودرت لها هذا البابيونات باللون الوردي تابعين للحشو هكذا باش نديرهم كعنوان بلي الحشو تاعي راه وردي وبلي راني دايره الفريز. اذا نشوفوا البنات القوام تاعها تجي تتفت تتذوب في الفوم يعني بنه ولا اروع. هذا هو الشكل النهائي، ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتجربوها، راهي بنينه بزاف 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 وسهله كيما شفتوا، طريقه سهله مقادير اقتصاديه وزاكيه، تقطع 80 حبه حتى تخرج لكم اكثر من 80 حبه بشويه يعني، واذا صغرتوا الحبات يعني تقطع لكم ما شاء الله. ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتجربوها وتفرحوا بها وليداتكم، وما تنسوناش من دعائكم حبيبتي. وفي الاخير ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه لبناتي، دخلتوا جدد للقناه مرحبا بكم غاليتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.